شاء الله طلاب الأربعة وعائمة الأربعة والمجتهدين الصوفية واليوم أجمعين وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وجدنا وجداتنا وعمنا وأخواتنا وخالاتنا وخالاتنا وسائر أمة المسلمين اللهم بحقهم يسر عسيرنا وسهل أمرنا وقضي حاجاتنا وبلغ أمامنا واشرح صدورنا وزكي نفوسنا واهدي طريقنا وانصرنا على أعدائنا يا رب العالمين وصل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الماضية بحثنا عن سلوك الصالحين نحن نطلب أمام ربنا اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم أربع طبقات طبقة الصالحين ثم طبقة الشهداء ثم طبقة الصديقين ثم الأنبياء ولكن انتهى أي ختم النبوة فبقي لنا الولاية خاصة ماذا بقي لنا الولاية خاصة متى يكون الصالح صالحا وماذا عقيدته وما هي حاله وما تقواه وما منزلته علينا أن نبحث هذا منزلة الصالحين الناسوت وما هي يسمى هناك يكثر النسيان ولذلك منزلة أليس كذلك؟ منزلة الصالحين الناس النظر إشارة النون فيها إشارة إلى النظر الناس النور فيها إشارة إلى النظر كما نوع النظر المحرم النظر المكروه النظر المباح النظر الواجب أم السنة كم أنواع من النظر نظر إلى وجه إلى وجه والدين أم من الكعبة أم من العلماء هذا واجب أم سنة ونتركز على محل السجود من السنة وإذا كان المرأة ماذا يكون محرم وإذا كان عورة نفسك ماذا يكون مكروه نعم قلص هذه الأعمال أفضل ثم تبحث عن منزلة الصالح قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ثم يقول ويحفظوا فرجه بعد النظر هناك الفرج يعني قلب القلب يشير إلى محل الآخر الشهوانية مرحلة الثانية النظر أثر بعد النظر فيه أثر ولا تمدن عينيك إلى ما مطعن هؤلاء لأن حتى الرسول لأنك
يعني لأن قلبك ينظر إلى تمتع الدنيا، متاع الدنيا، أم إلى جمال النساء. بعد النظر أثر، هذا ناس نون أثر، في أي نظر فيها أثر. وإذا مروا باللغو مروا وما معنى الكرام، ينظر إلى تحت، أنا عبد مجبور محتاج. هذه خلوتنا، هذا هو خلوتنا. يا ثاني عشان يغير علمي. ما هي بعد النظر أثر؟ احفظ أثر قلبك بعد هذا، فأنت في الصالحين. ثم يجي مرحلة السين، السين إشارة إلى السمع، يحفظ سمع المحرم أولا، ثم تحفظ أنت سمع المباح أيضا. إذا سمع البصرة والفؤاد كل أولئك قال عنه مسؤولا. هذا سؤال عن المباح، وأحسن المباح. فين هذا الأذان يشرب منتظر؟ نفس ساعة فين وصلنا؟ سين. ثم يدي الواو، ناسوك الواو، أوهام، أوهام في الماضي وأوهام في المستقبل. كم أنواع الألواح؟ الواو وما هي أوهام في الماضي؟ ضيع مني هذا الشيء، هذا لا تقول، هذا إذا قدر الله شيئا حصل لك أم لا؟ أوهام في المستقبل، ربما يكون حصل لي شيء هذا لك ينفعني. إذا قدر الله لك شيئا، هذا هل يزيد وينقص؟ لا يزيد ولا ينقص، أيقن بهذا المعنى. أوهام، احفظ أوهام. ثم يجي تاء، ناسوت تاء، وما هي تاء؟ التحدث، تكلم، يحفظ عن التحدث المحرم، ثم عن المباح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، فقط هذا. لا تفتح لسانك إلا بالخير، وهو ذكر الله، أن تكون لسانك رطبة بذكر الله. ناسوت، خلصنا من الناسوت. كم سنة يقول هذا عمار عشان نخلص هذا المفهوم؟ كم سنة يقول؟ في لحظات يا سيدي بالنظر من جهتكم، والذين هم للغوي معرضون. ولهذا أخذوا مشايخنا، شيوخنا، العزلة والقلبة. فإذا في هذه المرحلة واجب العزلة والخرفة. الذي عجلس الله أمام الناس فوجب عليه أن يعلم الناس هذا، هذا بعد هذه المرحلة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التعبد قبل قبل الوحي سنتين. لماذا؟ لتكون قلبه نظيفا وزكيا ويقين، يحصل له اليقين. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم يجلسون في الصفة، لماذا؟ ليسلك هذا الطريق. فعندنا الدول العربية الزاويات، أما الدول الفارسية خانقة، خانقة ونفس واحد، هذا محل الخلوة. طيب، وما هي تقوته؟ وما هي تقوة الصالحين؟ الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور
مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس وما وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ألا لكل ملك حمار حمى الله محارمه ولن يكون هذا السالك يكون هذا السالك بين الخوف والرجع بين الخوف والإطاعة لا معصية عنده بل ويكره أيضا الكراهية ويكره أيضا الشبهة أيضا يكره الشبهة كم من نوع الشبهة وفي الاعتقادات شبهة وفي العمل شبهة وفي العمل شبهة وفي اللباس شبهة وفي التحدث شبهة وفي أزواج شبهة وفي بيوتك شبهة وفي سيارتك شبهة وفي معاملاتك شبهة وفي تجارتك شبهة وفي إخوانك شبهة في كل ناحية شبهة 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 اترك هذه الشبهة مصيبة ليحصل منزلة الصالحين ثم يجيب أنت تبحث منزلة شيخ عمر يبحث منزلة الكبار منزلة الأنبياء الله 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 يا شيخ عمر هذه حتى أن تتبنى هذا مش ممكن أنا ظلني أبدي خلاص خلص هذه المرحلة مرحلة الصالحين كيف يكون تركب شبهة مثلا وضوء كيف أنت تأخذ الوضوء يطبق السنة محمد صلى الله عليه وسلم مهلا يا شيخ عمر كيف أنت تأخذ الوضوء أعطيني مثل عن وضوءك لا 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 عن طريقة الوضوء كيف عند تأخذ الوضوء عندك مذهب الشافعي لا لا طيب كيف يأخذ الوضوء ترك الشبهة أنا أعلمك ترك الشبهة متى يأخذ الوضوء قبل الوقت أو بعد الوقت أولا قبل الوقت ولا السنة قبل الوقت قبل الوقت افضل من قبل الوقت ثم الى اي ناحيه الى القبلة ثم ثم كيف ثلاث مرات هل يزيد الماء هل ينقص الماء ثلاث مرات فقط ثم تمضمض يعني كل هذه نهي مطابق بالشرع بسنة ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يظلم الله الذي ينزل منزلة الصالحين عليه اولا سنة ثم يذهب إلى المسجد أليس كذلك؟ يصل إلى المسجد قبل الوقت قبل الوقت ثم ماذا يعمل؟ النية وما هي النية؟ تعبد نية اعتكاف كل هذه النية ثم يجلس ينظر إقامة متى يكون الله أكبر؟ مباشرة مع تكبيرة الإحرام الإمام أليس كذلك؟ وهكذا طبقت كل سنة في صلاتك وأنت تقيم الصلاة وأنت من الصالحين كل واحد يجلس في المسجد على طول الله أكبر بعدين ما الذي يأخذ هذه الأكبر يتصل التليفون وهذا يمسك حطه هنا الله 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 ولمن خاف مقام ربه جنة هذا هو خوف خوفنا كأنك تقوم أمام ربك هذا ترك شبهة مش يعدي ترك شبهة اتقوا الله حقا ولتقوى الشريعة حق ولتقوى الطريقة حق ولتقوى عقيدة أيضا حق ولتقوى المعرفة أيضا حق إن شاء الله سوف نبي بعد 4 سنوات وما التوحيد هذه المرحلة يا حمار منزلة الصالحين وما هي التوحيد توحيد 4 أقسام هنا علمني أن توحيد هذه المرحلة أيوة إياك نعبد إثبات لمعبود واحد إثبات لمعبود واحد توحيد أوسط هكذا إثبات لمعبود واحد توحيد القوسين توحيد أوسط لأن نحن أهل السنة والجماعة عندنا توحيد أوسط لا عبادة ولا يمين ولا شمال فإذا هنا معنى لا إله إلا الله
معنى لا معبود إلا الله محمد رسول الله، أي بمعنى آخر لا إله إلا الله محمد عبد الله. وما هي معنى الرسالة هنا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما معنى هنا عبد سبحان الله أسراتي عبده أفضل صفة لله سبحانه وتعالى، وهو عبد ورسول وبشر وأيضا نور. هذا إن شاء الله سوف نبي في المرحلة أخرى. له ملك السماوات والأرض، له الملك يد لمن؟ لله. كامل الملكية، تمام الملكية لله. فإذا إلى أن دستك هذا غني، هذا شرك أم لا؟ لا شرك. لماذا تخاف؟ هذا فقير، عندي هذا فقير، آسف يا إخوان معلش، هذا مثل. هذا شرك ولا لا؟ أنسب الملكة لك، ينسب الملكية كلها لله، له ملك السماوات والأرض. فإذا أنت مملوك، أنت وهو رب وسيد ومالك، وهو رب وسيد ومالك، وأنت عبد مجبور، أنا عبد. فإذا عليك أن تظهر العبدية لله، كيف؟ أطيع الله وأطيع الرسول وولي الأمر. كيف تظهر عبديته؟ بإطاعة الله وبإطاعة رسوله وبإطاعة أولياء الأمور. فإن ثلاثة هذه إطاعات، أطيع الله ثم يقول أطيع الرسول. هنا لم يرجع أطيعوا لفظ أطيعوا، لماذا؟ أنتم العرب صحا، علمني لماذا لم يرجع أطيعوا عمر؟ لماذا لم يرجعوا؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الله. لو أمرك أو أولياء أو شيخك أو أي واحد خلاف الشرع أنت تطيع أم لا؟ لا لا تطيعه، ولهذا أطيعه لم يرد أطيعه. أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، هذا هو العبادة. فإذا أنت تعبد ربك، أنت معبود وهو الذي معك، لا أنت عابد وهو الذي معك معبود. فإذا الناقد واحد طرفين، عند الله وهو معبود، عند العبد وهو عابد. عرفت ولا لا؟ ها؟ بس أعرف كتابك أعرف أنا وعلي، وأنت عقلك عرفت لا؟ كيف يكون الله سبحانه باعتبار الشريعة؟ الله معبود، لا إله إلا الله معنا باعتبار الشريعة، لا معبود إلا الله. وما هي معنا باعتبار الشريعة؟ لا معبود. لا مع... كيف حصل هذا المعنى؟ كيف حصل هذا المعنى؟ هذا كله من عند العرب، مش عندي، من عند الهندي. من عندكم. كيف حصل لا معبود إلا باعتبار الشريعة؟ معنى لا إله إلا باعتبار الشريعة، لا إله إلا الله معبود إلا الله. لماذا؟ وهو سيد وأنا عبد، ووجب علي أن يظهر العبادة بأي طريقة؟ بالإطاعة. فأنت تؤدي ربك صلاة وزكاة وصوم كلها إطاعة، فأنت عبد وهو معك الذي معك معبود. هذا هو عقيدة النجاة. وما هي عقيدة النجاة؟ وين ماي؟ أي واحد عشان نشرب سب ما فيها وقت. أي شيء عرفنا التوحيد. وما توحيد النجاة؟ إثبات توحيد، إثبات المعبود واحد. إذا أنت تطيع زوجتك ضد الشر، ضد الشر، ماذا يكون؟ شرك ومعصية. شرك إذا عند أطعت نفسك هذا شرك ومعصية، إذا عند أطعت هواك شرك ومعصية.
وما هو هذه المرحلة الشرك؟ وما هي الشرك في هذه المرحلة؟ لا، إثبات لمعبودين، إثبات معبودين أكثر من معبود. إثبات أكثر. هل عندك أي واحد يقول أن علي رضي الله عنه معبود لنا؟ لا. عندنا في الهند كل حجر ومعدن وشيء كلها عندهم إله. هذا مرحلة هذه اللي حين ما نتحدث عن نفسي، عن أنواع نفسي، نتحدث عن الشرك. لا يجتمع ديناني في جزيرة العرب إثبات المعبود الواحد. وما هي الشرك هنا؟ الكفر هنا. الشرك الشيء مطالب الشرك. وما هي إثبات لي معبودين أو أكثر معبود؟ تشريك إفراط الشرك. قلت هذا في القوسين، تشريك إفراط الشرك. هكذا عند شيوخنا. أنا سألت لماذا يكتب هذا عند أنا سميت من عند الشيخ أبو الشيخ عبد القادر الجيلاني. سميت الشيخي أنا هكذا سميت عند مشايخنا. أنت رتب هكذا تشريك إفراط شرك. هذه الثلاثة ألفاظ. الكفر هنا وما هي الكفر؟ النفي. لماذا معطل؟ معطل هذا؟ شغال. وما هي الشرك؟ الكفر الدليل. نفي وجود الحق وصفات الحق، هذا هو الكفر. وما هي الشرك؟ كفر وصفات الحق. وما هي صفات الحق؟ الحياة والعلم والقدرة على العطاء والسمع والبصر. كلام الله موجود، وجوده كم كيف؟ واجب الوجود، قديم لا أول له، باق ولا آخر له ولا فناء له، وليس عنده مماثلة مناظرة مشابهة، مخالف للخلق، غني عن العالمين، غنى عن النفس، الوحدانية، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، واحد في آثاره وأسمائه. هذه صفات يتعلق بذاته، أما الصفات يتعلق بصفاته، حياته، علم، قدرة، عدل، عطل، صمو، وصر، كلها صفاته. سبع صفات، صفات القدمية، صفات الوجودية، صفات الوجدانية، أمهات الصفات، صفات المعينية، صفات المعين، كلها واحد. ماذا يقول المعتزليون؟ أن صفاته سبحانه وتعالى حادث أبعد، ولله الأسماء الحسنى. فإذا الكفر هنا النفي ذاته سبحانه وتعالى وصفاته أيضا. نحن أهل المسلمين ولا أحد ينكرون هذه الصفات. تعطيل تفريط الكفر هكذا. الشرك كفر الجلي. وما هو كفر الجلي؟ نفي، مش لفظي هكذا، نفي الحق. لا لا، مش نفي ذات الحق وصفات الحق في القوسين. تعطيل تفريط كفر. تعطيل فيها تعطيل وفيها تفريط وفيها كفر. يجي مرحلة حال هذه الصالك، هذا الصالك اللي ينزل له حال. وما حاله؟ وما حاله؟ الشهداء أيضا له حال، الصديقين له حال، والأنبياء له حال. ماذا كان حال موسى عليه السلام؟ كلا إن معي ربي على حال موسى. بأي حال وهو يتحدث موسى؟ بني إسرائيل أمامه والفرعون ورعه. بني إسرائيل قالوا يا موسى وأنت خضعتنا. في هذه المرحلة ماذا قال موسى حال موسى؟ كلا إن معي ربي سيهديني. هذا حال النبي. انتظار الفرح والفرصة في أي لحظة. أنا أسألك حال الصالحين يا شيخ الله. أفضل العلم علم الحال،
أفضل العمل حفظ الحال، أليس كذلك؟ أن تكون قلبه مع الله، أي بذكر اسمه معظم الأوقات، هذا هو حاله. وما هو حاله؟ حال الصالحين معظم الأوقات يساعده لسان، هذا بذكر الأنفاس، هذا يكون بذكر الأنفاس. فإذا هذا هو مرحلة الصالحين. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين المخلصين المتقين الموحدين الكاملين العارفين الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون. صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسأل في هذه المرحلة صالحين، يعني مرحلة صالحين، لو عندكم أسئلة فضلوا. يعني الشيخ الكلام اللي ذكره في ضمن المحاضرة، يعني ضمن الكلام اللي قدر يعني. هذا عنده سؤال؟ نعم استفسار فضلوا. سيدنا الله يسلمك، بالنسبة للناس قلت بالنون النظر، النظر، والسين السمع، السمع اي نعم، حماية السمع، والتاء التحدث اي نعم، والواو واوهام اوهام، بقي الالف سيدنا ألف. ناس و... اثر عن الاثر بعد النظر فيها اثر، واذا مروا باللغو مروا كراما. يمشون على الارض هؤلاء، هذا مرحله ثانيه ما لا يكون لهم. والذين هم للغو، اللغو هنا كل شيء ينفع ذكر الله، كل شيء يحاجب له حجاب مع ذكر الله فهذا لغو. وهم على صلاتهم دائمون، حفاظ شيء آخر، دوام شيء آخر. تفضل. له الخالي من ذكر الله، لكن كل شيء يحاجبه له فيه عجابه يمنع ذكر الله وهو له. الكلام المباح هل من الشبهات تعتبر عند الصالحين؟ لا عند الصالحين لا، الكلام المباح يعني يجوز، ولكن عند الله سبحانه وتعالى حسابه. فإن سقوطه أفضل، بعض الناس أكثر الأوقات سقوطه أفضل. إذا واجب الولد يمنعه هكذا، حتى في الصلاة أي واحد يمنع الأعمى يمشي أمامه حجر، ماذا يقول؟ قف عجل. فإن بعض الأوقات التحدث واجب حتى في الصلاة، يعني عند الفقهاء هذه الفقهاء موجودين عندهم يسألون. بالنسبة للواو سيدنا، فضل. الواو من الناسوت أوهام. أحيانا يعني حتى نحن طلبة العلم يعترينا هذا الأمر، ونحن نحدث ولكن يتلبس فينا أوهام في الماضي والمستقبل. يعني أحيانا يعني بالنية هذه كلها أوهام يصلح لك الثواب بالنية، بس يا سيدي تؤثر فينا يعني مثل يؤثر فينا. مثل افترضنا يعني أنا العبد الفقير موجود هون، بدهم ينقلوني إلى مكان ثاني، هذا يؤثر علي، يغمني، يضايقني، كيف ننفي هذا الأمر وهذا التأثير؟ والذين يعني ولها قالوا والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا، هذا ليس واجب. الذي يريد الثواب أكثر والتقرب إلى الله أكثر هذا له واجب، أما الصالحين دون الصالحين ليس واجب. إنما الأعمال بالنية، لو كان عندك نية صحية لك ثواب، حتى تفكر أيضا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. الذي يعمل نعم. هذا خلاف خلاف. حاضر؟ هو من الصحابة. حضروا عند الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي هو من حصل له حتى في وقت وفاة محمد صلى الله عليه وسلم حضروا. وأيضا وهو حضر
وهو في غار هراء. أنا هذا الولد هذا حي من؟ أنا هذا حي الخضر. أيضا. بس لما تسمون الخضر؟ أنا معانا واحد كان يتبع الآثار. فقال هذا المكان الذي اجتمع وأتى سيدنا الخضر لكي يرى النبي صلى الله عليه وسلم. هو الخضر شاف النبي ولكن النبي ما التقاه. ولكن هو شاف النبي. التسمية ما زالت في الحي. ولحد الآن يا سيدي. بعض الأوقات وهي خضر عليه السلام يحضر على مشاهدة. بعض الأوقات وهو يحضر في عالم الفلسفة النور يعني. هذا الكلام ذكر الشيخ واضح. روجي خلاص يا شيخ عمر شو هذه؟ من الغلاف بقية. حتى ابني على الرسول صلى الله عليه وسلم ابني عن زهير وفي المدرسة يعلم يعني القرآن جاء عندي أنا رأيت محمد صلى الله عليه وسلم فقال ماذا قال لك يعني بشرك يا ربي بشرك أي شيء بشر يعني خلاص شفاء يعني صاحب المدينة والسبب يعني بفضلك وبركة دعائي. ليه الدكتور يقول لازم يقطع دكتور هو قال لي لازم يقطع لأنه أثر العظم سرطان. لا لازم سكر. إيه من قال لك هذا؟ لا ينفع ولا يضر. هذا الكلام ذكر الأهلي يقول يا عمر عطالي مع الشاي مع السكر. لما خلص بدري انا سالت سليمان اعطي فيزا جلبي بسرعه يوم واحد هو يومين اخذوا سليمان فين هذا اول واحد ثاني واخذ فيزا بنفس بيوم اللي حصل لي الفيزا عندي الهند بنفس اليوم انا كنت تكلمت الشيخ صباحا صباح بعد صلاه الفجر يوم الجمعه ان شاء الله اليوم لا 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 وصل في اليوم نفس اليوم. لا لكن ليه ما في عندي شيء الا لباس هذا ياخذ لباس هذا ولا احد اللي ياخذ الباسبور موجود حتى موجود وهكذا يرجع هاي بنتي يقول هذه فهي يقول يا عبد خلي قليلا من الطباء يعني من الفواكه العربيه لا وهكذا يوم الحشر انت ان شاء الله حللوني كما كنتم تحللون في الدنيا الحاضرين ان شاء الله. انا ساكن هذا الفندق هذا المكان هذا المكان الحمد لله.
الحر يعني الجو مسوي عنك. شدد هذه الكنفاس شدد شدد لا تضيع.